حياكم الله. موضوع فيروس كورونا لا يمكن الاستهانة به أولا لكونه من الفيروسات التي تؤدي الإصابة بها إلى الوفاة لا سمح الله. ثانيا الأعراض اللي تظهر على أي مصاب أو ملامس يمكن تفاديها بإجراء الفحوصات المعتمدة للكشف عنها وحماية عائلتك وأسرتك أيضا من انتشار هذا المرض. بالتأكيد وعي الناس يفرض أنواع مختلفة من التعامل بحسب الثقافة والمحيط وبحسب اللي دنشوفه. ربما لا يعرف اللي يطلقها أول خطورة ما هو أقدم عليه. هنا ومن برنامج دائرة السلطة نقول أن إجراء اختبار الكشف عن هذا الفيروس سيساهم في تشخيص الحالة وعلاجها مبكرا ومنع وصولها إلى مراحل حرجة قد تؤدي إلى وفاة المريض. هذا ما نريد أن ننتبه عليه ونناقش به مع ضيوفنا لهذه الحلقة. في إعلان لوزارة الصحة العراقية جاء فيه بأن منافذها التلقيحية ضد فيروس كورونا ما زالت مستمرة بتلقيح المواطنين والفئات المشمولة بحسب تعليماتها. وأفادت الوزارة بحسب تصريح وصل إلى برنامج دائرة السلطة بأن التلقيحات تتم بإشراف مدراء عامي القطاعات الجغرافية لبغداد في الكرخ والرصافة ومدراء مراكز المنافذ التلقيحية الأخرى. وأكدت الوزارة في التصريح على ضرورة الحفاظ على التباعد بين المراجعين والالتزام بالشروط الصحية وزيادة عدد الملاكات المدربة لتسريع تسجيل المعلومات للمشمولين باللقاح من المسجلين عبر المنصات الإلكترونية وغير المسجلين وتنظيم دخول المراجعين لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين الراغبين بالتلقيح. وتم اعتماد التوصيات الوزارية ودائرة صحة الكرخ والرصافة بخصوص التعامل مع اللقاح والفئات المستهدفة. وفي الوقت الذي يشغل ملف فيروس كورونا العالم بأسره وتتسابق دول ودول كثيرة للحصول عليه، فإن كيفية توزيع هذه اللقاحات تستمر بإثارة الجدل في الشارع العراقي، حيث أثارت الأخبار والتقارير التي أشاعت حول التوجه لتطعيم الطبقة السياسية غضبا واسعا ومطالبات حقوقية بفتح تحقيقات رغم صدور نفي من وزارة الصحة العراقية. لكن اللقاح اليوم متوفر في المستشفيات وعبر التسجيل عليه في المنصات الإلكترونية وحسب الحالات المرضية والتشخيصات الطبية المعتمدة. ولتسليط الضوء على الآليات وعلى المنافذ والاستحقاقات نستضيف الليلة من هو العارف بالتفاصيل بعيدا عن اللجان الزائفة والتي ادعت إنها اللجنة العليا للتطعيم، وهذا الأمر نفسه يجري في كل مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها في بغداد والمحافظات، وهو ما يستحق النقاش واستطلاع الآراء عليه في برنامج دائرة السلطة. شكرا للزميلة رشا الهيتي على قراءة التقرير اللي بمؤشرات نريد أن نؤكد عليها، ومنها المتابعة والفحوصات وأخذ التعليمات على مأخذ الجد، لأن الإصابات الجديدة بكورونا وخلال هاي الأيام الثلاثة الماضية سجلت ارتفاع غير مسبوق من ظهور الجائحة إلى حد الآن. الأمر قد يضع القطاع الصحي على المحك نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلام. هذا ما رح نناقشه أيضا مع ضيف حلقتنا لهذه الحلقة استشاري الطب الحالات الباطنية الطارئ الدكتور تميم أمجد توفيق مستشفى برادفورد الأمريكية في شمال بريطانيا ولكن قبل الحوار أيضا أريد أن أنوه أن حق الرد مكفول والأرقام راح تكون أسفل الشاشة، وأي استفسار راح يكون معنا ضيوفنا وأيضا الدكتور ربا فلاح حسن عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند للوزارة. حياك الله دكتور تميم في دائرة السلطة. اهلا وسهلا عني ست وجدان. عفوا اني الصوت شوي عندي مو كلش واضح والشاشه بصراحه ما دا اشوف شيء، بس بتمنى ان تكون عندك الصوره واضحه الصورة وتسمعيني بوضوح. صورتك واضحه ونورتنا طبعا بدائرة السلطه وايضا يعني الصوت واضح. اليوم الحديث يدور عن سلالات مستجده لفيروس كورونا، يعني ممكن تخلينا بالصوره اكثر؟ عفوا ممكن تعيدين السؤال الصورة اللي أكثر بأي خصوص؟ اليوم أطلع. الحديث يدور عن سلالات مستجدة لفيروس نعم كورونا. نعم 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 أي
بالبداية يعني أحييكم وأحيي المشاهدين الأعزاء وضيوفك الكرام. حياك الله. والله أعتقد الحديث حاليا يعني يجب أن يخص اللقاح اللي حاليا أغلب دول العالم بدها تعطيه مواطنيها، وأيضا حديثا قبل أيام قليلة بدأ هذا الشيء بالعراق، وأني على تواصل ويا كثير من الأطباء العراقيين اللي أنا عملت وياهم سابقا قبل لا أتحول إلى بريطانيا واشتغل هنا قبل سنوات طويلة. أصدقائي وزملائي هناك خلال أول حملة يمكن اللقاح الصيني سينوفارم استلموا الجرعة الأولى من عنده، وبعضهم استلموا الجرعة الثانية من عنده، والحمد لله والشكر ماكو أي مشاكل. وخبر زين عرفته من عائلتي بصراحة بأنه لقاح أكسفورد البريطاني أسترازينيكا متوفر، وبصراحة يعني أنا مستغرب بأنه متوفر بشكل أكثر من ما هو متوفر للشخص البريطاني الموجود هنا. في بريطانيا لازم تنتظر لفترات طويلة حتى تحصله. بصراحة أنا جدا مستغرب شلون والدي فرضا البارحة أخذ اللقاح، وهو في شيء جميل والحمد لله والشكر. الحمد لله. يجوز أي ويجوز فرضا أكو ماكو إقبال من الناس متخوفة من اللقاح، وهذا يعني أنا أشكركم لأنه تطرحون هذا الموضوع، لأنه بصراحة يعني كفرض عين على الأطباء جميعا بصراحة بأنه يوعون ويثقفون المواطنين جميعا بأهمية أخذ اللقاح. وللأسف هناك بغير ذكر أي اسم أو جهة معينة، هناك كثير بعنوان وبدون عنوان يفتون فيما لا يعلمون، ويقولون ويفتون في اللقاحات فيما لا يعلمون. وللأسف هناك كميات وشرائح كثيرة من الناس البسطاء، وكثير من الناس يأخذون بهذا الكلام. فالمفروض أنه يعني أهل العلم يتكلمون بهذا الشيء، وللأسف هي الناس اللي أو الجهات التي يعني تعرف قليلا عن هذا الموضوع هم أكثر كلاما عنه. يعني صار لغط كثير دكتور تميم. يعني قبل ما نبدي باللقاح أريد نعرف أيضا وتعرف على جمهورنا الأعراض الأولية الواضحة اللي تخلي المصاب يعرف بأنه مصاب ويجب أخذ الاحتياطات، لأن أي ده يصير إنفلونزا يقول لك والله ها أخاف كورونا ما بيه شيء، يصير مثلا قحة عنده، بس من مريض المريضة تختلف هذه. نعم هي اللقاحات بعد أنه يعني الجائحة حاليا حسب أنا عرفت بموضوع اللقاء حديثا، وأنا بعدني بالدوام حاليا بالمستشفى. فسويت يعني بحث بسيط بأنه يمكن آخر مرة حكيت ويا حضرتك قبل سنة بالضبط، وكان الموضوع مختلف. قبل سنتين هاي بداية الجائحة من صارت قبل سنة. أي بالضبط. نعم بالضبط. وكانت عدد الحالات الموجودة ببريطانيا يمكن 1500 أو 2000، وبالعالم يعني عدد من قليل من الآلاف. حاليا ولحد بث هذه اللقاء هناك 128 مليون حالة، ومليون وسبعمائة وكسر سوري آسف مليونين وسبعمائة ألف وكسر حالة وفاة بسبب هذا الشيء. فالأعراض هذه يعني معروفة للجميع أعتقد، أن هي القحة اللي هي الواحد ارتفاع درجات الحرارة، التعرق، الإعياء والآلام المختلفة. للأسف بالعراقي يعني خلينا نقولها باللهجة العامية يقول لك والله أنا نمت على السفلت. وهذه بالبداية يعني صحيح بالبداية، ولو هسه الجو زين يعني. بس أي قحة، أي حرارة، أي إعياء غير طبيعي ما تقدر أنت تشرحها بالطريقة الطبيعية، تقول هاي فلوانزا. لا تقول هاي فلوانزا، لازم بصراحة يعني تكشف على نفسك وتاخذ هذه الفحص هذا عن طريق الانف والفم اللي يسموه سواب، العينه تاخذها هذا الفايرو بي سي ار، وهذه طبعا 75% او 70 الى 75% صحيحه،
يعني نعم. هم انا اذا كانت سالبه النتيجه، اذا كانت سالبه هذا لا يعني انه الشخص ما عنده كورونا. يعني البارحه فرضا مريضه عندي جتي بانه نسبه الاكسجين عندها قليله جدا بالدم، وهي وضعيتها يعني زينه بس بصراحه، قد نسبة متفاجئين. الأكسجين يعني هاي أكو اختلاف بيها، يعني أكو من عندهم نعم بينزل الأكسجين للستين للسبعين، بس نعم لازم إلا الجهاز يكون. نعم وأنا هذا قلت لك الجهاز إياها، أنا أعتقد. قلت لك نعم إياها دكتور، يعني من شخص لشخص ده تختلف، يعني قسم عندهم نعم ماكو حرارة بس رشح قحة، يعني هذا السؤال القوي اللي نتكلم عليه، وأكو قسم لا نعم كل الأعراض تكون يعني حرارة مرتفعة والقشعريرة واحتمال ما عنده اي شيء اطلاقا صحيح. اطلاقا، يعني جاي على شيء معين يسووا له هذا الفحص مال كورونا ويطلع عنده. فهي من انه يعني نهائيا ما يشعر باي شيء الى حالته جدا تعبانه وتتطلب مو بس دخول المستشفى، دخول للعنايه المركزه. أكسجين. نسبه الاكسجين بالدم يعني المفروض للانسان الطبيعي العادي الغير مدخن خلينا نقول لازم 95% 94% وفوق، 95% وفوق هذا الكلام مقبول. في بعض الحالات المعينه خصوصا للمدخنين وعندهم مثلا ارتفاع نسبه ثنائي اكسيد الكربون بالدم، يعني وياخذ هم يعني انهيلر بخاف. البخاخات، نعم اي بخاخات. مرات نقبل بظروف معينه نقبل 88 الى 92%، 88 الى 92، بس اي شيء اقل. وطبعا في ظروف معينه خاصه، يا ما اريد تكون الشغله محاضره طبيه، نعم بس اي شيء جو ال 90 بصراحه، اي شيء جو ال 90 الانسان لازم بصراحه وهو باعراض او بدون اعراض، اي شيء جو ال 90 والله روح افحص كورونا يعني، او خلي يشوفك طبيب. نعم كثير من يعني بعض افراد عائلتي يعني انا خساره الله عمي الله يرحمه توفى بالكورونا قبل حوالي 3 أو 4 أشهر، كان اتذكر معدل الاكسجين بدمه بال 50، وسبحان الله كان يمشي راح للعياده ما لحقوا عليه الى رحمه الله. يعني هذا احد التخوف، من اقرار هذا التخوف دكتور، اليوم احنا كعراقيين اكو تجاهل بتدابير مكافحة كورونا، يعني وسط اقتناع بينه خلص بمناعة القطيع، والعراقي يقول لك لا والله احنا حتى من الموت ما نخاف، بس هذا وباء. هو هي هذه توعية عامة بصراحة للأسف، يعني الإنسان البسيط معذور، بس إذا هناك بعض الجهات تفتي بغير علم، يعني هي هالمشكلة. وسبحان الله يتكلمون بنظرية المؤامرة، مع العلم هو القرن 21 قرن خالي من المؤامرات، كل شيء يعني يصير علنا، يعني كل شيء أي شيء يريد يصير يعني يصير علنا، وماكو حاجة للمؤامرات. احنا ما نعيش في القرن 19 او ما نعيش في عصور الثورات، وهذا اللي يقول لك اكو جواسيس وطابور خامس ومؤامرات. انا اسف دا اخرج عن الموضوع اخي، الكلام عن هذا الشيء المؤامرات الكلام يعني يقول مضحك، لك حتى يعني كلام مضحك. يعني احنا اليوم بالعراق يقول لك يعني التبرعات اللي وصلت، يعني حتى العراق اليوم اللي استلم 336 ألف جرعة من اللقاح ممتاز ما شاء الله أسترازينيكا. ما شاء الله. بس اكو نعم. تخوف، يعني حتى انت تفهم اكثر المشاهدين والمواطن العراقي، او حتى نتكلم عن والله الوطن العربي، ليش هذا رسالتي الى التخوف من المواطن. اللقاح؟ نعم. يقول لك يسوي جلطات مو مثل اللقاح الصيني. نعم والله المواطن العراقي بصراحة يعني هذه أنه وجود اللقاح هذا حاليا هذه فرصة ذهبية يجب أن يستغلها المواطن العراقي، لأنه بصراحة بعد راح يصير وعي منها الأسبوع 10 أيام، هواية ناس راح تأخذ اللقاح، بس ما أعتقد الكميات راح تكون كافية أنه تغطي كل الشعب. إن شاء الله إن شاء الله يعني الجهات المعنية تجيب لقاح أكثر، بس اللغط الموجود بالنسبة للقاح هو مو حصرا بالمجتمع العراقي أو المجتمع العربي، هناك قصص عن نظريات المؤامرة وقصص يعني مضحكة جدا أسمعها حتى هنا من مرضى يعني من أصدقاء هنا بريطانيين، بصراحة يعني كلام لا يصدر عن أي واحد يعني عاقل على يعني 100%. اللقاح يعني بإذن الله يعني
آمن، سواء كان صين، كان فايزر الأمريكي، ولا موديرنا، ولا البريطاني، هذا لقاح أكسفورد الحالي المتوفر بالعراق، الأسترازينيكا، كلها هذه يعني لقاحات بإذن الله آمنة. زين، أكو هسه حاليا هل يسبب تخثر بالدم أو جلطات؟ نعم. زين، هذا الكلام يعني بالضبط يعني أشبهه في شيء بسيط. زين، يقول لك إذا أنت حاليا قاعد داخل بيتكم، يعني فد مثال بسيط جدا يعني لتسهيل وصول الفكرة للجميع. إذا أنت داخل البيت، أؤكد لك 100% بأنه ما راح تدعمك سيارة، بس هل معنى هذا إذا أنت تخرج من البيت راح تدعمك سيارة فرضا؟ يعني أكيد يعني احتمالية أنه تندعم عالية أكثر من أنه داخل البيت، بس مو كل اللي يطلع من البيت راح يندعم فرضا يعني. نعم. فبالنسبة للتخثرات، شافوا بأنه نسبة الحدوث التخثرات هذه ما لها علاقة باللقاح، ولأنه نسبة هذا الشيء ما زادت. زين، احنا هسه في بريطانيا، واحنا المستشفى مالتنا سنتر رئيسي وهائل لتلقيح الشعب البريطاني. لحد هذه اللحظة حوالي 28 إلى 29 مليون جرعة انطت في بريطانيا. نعم. زين، أنا صار لي في هذه المستشفى يعني سنوات، وفي خلال معمعة الكوفيد نعم موجودين أكثر من سنة. نعم كم واحد أنا شفته جاي بمضاعفات للقاح، و او احد من زملائي الموجودين، واحنا قسم كبير جدا هنا. طيب، بس اثنين او نقطة ثلاثة فقط. قبل نقطة دكتور، يعني اللقاح اللي دا ياخذوه دا يسبب عندهم تجلطات او تعب باليد او غيرها، المفروض من قبل ما ياخذ التطعيم الشخص المصاب او يريد ياخذ التطعيم المفروض يسوي فحص للكورونا؟ لان اكو نعم. يعني نعم. اكو اشخاص نعم. نعرفهم مثلا يقول لك احنا اخذنا هذا التطعيم لكن لا سمح الله الاب توفى او الاخ او غيرها، ماكو اجراءات سليمه قبل تطعيم هذا الشخص. يعني اذا هو المفروض مصاب، ايه هو عفوا، مصاب بكورونا يجون يسوون تطعيم اليه يصير؟ لا طبعا هذا الكلام ما يصير. لذلك مسؤولية اللي يصرف اللقاح، يعني هنا يعني احكي عن المركز الموجود هنا في بريطانيا بالمستشفى اللي انا اشتغل بيها تحديدا، يعني اتكلم عن علم يعني. تروح هنا يعني اكو شخص يسالك شلون صحتك، هل انت اخذت لقاح انفلونزا سابقا مثلا قبل اسبوع او 10 ايام، هل صحتك زينه، عندك ارتفاع بحراره، هل انت طبيعي؟ اوكي تمام، توكل. تروح شلون مكان ثاني، شخص اخر هم يسالك على حساسيه وشيء، ويحكي لك شوي عن اللقاح ويجاوب عن اي استفسار عندك، بعدين يوصف لك اللقاح، بعدين تلزم سره في مكان اخر وتجي ممرضه وتنطيك اللقاح، وبعدين تنتظر بالضبط بالكتف الايمن او الايسر. انا اخذته بالايسر، انا ما اخذ الجرعتين والحمد لله والشكر. نعم. ماكو مركز يتحكم بي من الصين. نعم. طيب خليني اشرك ويانا دكتوره ربا فلاح حسن، عضو الفريق الاعلامي الطبي ساند للوزاره. مساء الخير دكتوره ربا. الكرام وشكرا جزيلا للاستضافه. هيا اليوم يعني اريد نفهم من عندك وصول 336 الف جرعه من اللقاحات واكثر من مليون يعني في الطريق. منو بالضبط اللقاحات اللي راح ياخذوها؟ هل اكو جهات معنيه مختصه بهذا الشيء او بالنسبه مثل بالدول العالم فئات معينه تبدي من سن 70 60 تدريجيا؟ طبعا اللي وصلنا اللي هو لقاح استرازينيكا، ايضا وزاره الصحه تعاقدت مع عده شركات منتجه للقاح، ان شاء الله سوف تصل يعني الاسابيع المقبله باذن الله. طبعا الفئات اللي حددتها وزاره الصحه هي طبعا اللي الاعمار الاكثر من 18 سنه تستطيع ان تاخذ اللقاح، ايضا الكبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، الاعتلالات المناعية اللي عندهم، أيضا يعني أي شخص أكبر أكثر من 18 سنة ممكن أنه يتلقى اللقاح. ما عدا طبعا الغير مشمولين باللقاح اللي هم الكبار، يعني النساء الحوامل، المرضعات،
الأطفال دون ال 18 سنة، أيضا كذلك اللي عندهم تحسس من مكونات اللقاح، هذول غير مشمولين من أخذ اللقاح. أيضا اللي عندهم حساسية يعني أخذوا الجرعة الأولى وظهرت عليهم حساسية، أيضا غير مشمولين بأخذ الجرعة الثانية من اللقاح. غاية الوزارة الصحة هي أنه تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين للوصول إلى المناعة المجتمعية، وهي هذا غايتنا أنه نصل إلى مناعة مجتمعية تصل. طبعا هذه ما تكون إلا في حال لقحنا 70 إلى 85% من سكان المجتمع. بالتالي كل ما كان إقبال المواطنين على اللقاح أكبر، كلما وصلنا إلى أكبر عدد ممكن من المنقحين والوصول إلى المناعة المجتمعية، اللي هذه بعدها نقدر ممكن نخفف القيود أو الإجراءات الوقائية. نعم دكتورة ربا، يعني أنت جنابش العضو أيضا في الفريق الطبي ساند لوزارة الصحة، لكن هناك أكو ناس متخوفين من اللقاحات اللي دا توصل، أكو أعراض جانبية ممكن تظهر عليهم، يعني دا يتكلمون عليها بالمنصات والتواصل الاجتماعي. أنتم يعني جهة دا تساندون هذا الشيء من خلال توعيتكم للمواطن العراقي؟ اليوم المواطن العراقي دا يقول لك يعني دا أطلع، والمشكلة أنه حتى المولات مفتوحة، الأماكن التدخين والقهاوي وغيرها، يعني حتى بدأ يلبسون كمامات. نعم طبعا هي صار أكثر من يعني لغط وإشاعات زائفة ومغرضة للقاح، إنه هذا اللقاح غير فعال ويؤدي إلى تجلطات دموية وغيرها من الأمور. طبعا اللي حدث إنه هذه التجلطات الدموية أثبتت إنه البحوث والدراسات انه غير ليس لها علاقه باللقاح. اللي احنا لاحظنا ايضا في بعد ما طلع لقاح فايزر ايضا حدثت نسبه من الوفيات، وكان بعد ايضا ما تم البحوث عليها لاحظوها انه ما لها علاقه باللقاح فايزر، بالتالي بعد ايقافه تم استخدامه مره اخرى. ايضا هذا اللي حدث مع استرازينيكا، انه التجلطات اللي حدثت، احنا طبعا ملايين من الاشخاص تلقوا هذا اللقاح الاسترازينيكا، اللي لاحظوا بس فقط 30 شخص اللي حدثت لهم تجلطات دمويه. وطبعا بعد اجراء البحوث والدراسات لاحظوا انه هي ما لها علاقه بلقاح استرازينيكا. ايضا الاتحاد الاوروبي اكد انه عدم وجود علاقه، يعني حتى الدنمارك يعني على سبيل المثال دكتوره، الدنمارك هم قررت تمديد ايضا باللقاح. خليك شويه دكتوره، اتجه الى الدكتور تميم. دكتور تميم، يعني اكو موضوع هو ورد اتكلم عن صوتي واضح دكتور؟ الضيفه الكريمه يعني تقريبا ما سمعت 90% من ما تفضلت به. نعم. بس سمعت كلمة دنمارك. لا أنا الدنمارك بالنسبة للتلقيح يعني اللقاحات الموجودة، يعني الدنمارك أيضا بالنسبة للقاحات الموجودة مددت أيضا لأن هو آمن وغيرها الأسترزينيكا. بس أكو موضوع الحساسية، يقول لك أنا عندي تحسس من الأمبسلين أو السلفات أو غيرها من التحسس. زين بعض الأطباء في دول الجوار يقول لك يعني إذا هاي الحساسية حتى لو الموسمية، إحنا نقولها يعني أثناء تفتيح الزهور وغيرها، شنو بالضبط الحساسية الممنوع يأخذها اللقاح حتى ما يقدر يأخذها المصاب بكورونا أو حتى يقدر يأخذ هذا التلقيح؟ عفوا راح أعيد لك السؤال لأنه حتى أتأكد بأن أنا افتهمته. هل مرضى اللي حساسية حساسية بمعنى ربو أو تحسس موسمي خلينا نقول، هل يأخذ اللقاح أو لا؟ وعندك أيضا السؤال؟ بالضبط، وأيضا نضيف عليها التحسس الأمبسلين والسلفات وبعض الأدوية. نعم الأدوية. نعم نعم دكتور. بالنسبة للشق الأول من السؤال مال حضرتك، هذول يعني المفروض من أول الناس اللي المفروض يتقاتلون للحصول على اللقاح، لأنه اللي عنده ربو خلينا نقول أو حساسية أو يعني اسمها أسمى بالإنجليزي، اللي عنده هذا الشيء هذا أصلا حسب المعايير البريطانية هذا عنده أولوية قبل بقية الناس أنه يأخذ اللقاح، والمفروض
إذا صار به لا سمح الله الفيروس هذا، راح هو احتمال يتأثر أكثر، لأنه جهاز التنفسي مو بجودة الجهاز التنفسي للشخص الطبيعي خلينا نقول. فاحتمال إذا تأثر من الفيروس، احتمال أنه تصير عنده مضاعفات شديدة ويحتاج لا سمح الله دخول للعناية المركزة أو طريقة معينة لإعطاء الأكسجين، يكون هذا المريض اللي عنده مرض تنفسي في يعني في خطر أكثر. إذا الشغلة الثانية الحساسية الموسمية، مثلا حساسية الربيع أو هذا الشيء، هذا أهم أنا يعني هذا في شيء أقل خطورة من مرضى الربو. هذا مو مانع أبدا أبدا، ولكن إذا شخص عنده حساسية لشيء معين، مثلا حساسية من البنسلين، هذا على الإطلاق ما يصير ننطي البنسلين. إذا أحد عنده حساسية لبعض لمادة معينة، وهذه المادة المعينة تدخل في تركيب هذا اللقاح، طبعا من يعني شغلة بديهية أن المفروض ما يأخذ هذا اللقاح، بس هل هو متأكد بأنه هو عنده حساسية لمادة وهذه المادة موجودة باللقاح؟ يجوز لازم مثلا لقاح لازم ثاني يسوي ما تيست، موجودة بها. لازم يسوي تيست حتى يعرف انه هذا شنو التحسس من عنده بالضبط. بالضبط، اكو يعني هي الحساسية او طريقة تعامل الجسم مع العنصر اللي سبب عنده حساسية مختلفة، يجوز مثلا احمرار بسيط او حكة بسيطة، ويجوز لا سمح الله الموت، يعني الموت within يعني خلال دقائق معينة. اي، بالضبط. فلازم واحد يعني يعرف الحساسية هذه شنو، وبصراحة هاي لازم تحت اشراف طبي، يعني مو واحد يسويها عن طريق ناس ما متخصصة، يعني لازم يعرف حساسيته شنو. نعم. طيب ارجع للدكتوره، دكتوره ربا، يعني اليوم العراق من اغلى بلدان العالم، ليش يلجا العراق للمساعدات الخارجيه لمواجهه تفشي فيروس كورونا؟ يعني لو نتكلم احنا اليوم، بعض الشركات هي او اللي وصلت للعراق تعددت المناشئ بها، يعني هذا يترك اثر على المتلقي، ويجب ايضا ان يكون اللقاء من منشا واحد. طبعا اكيد، يعني احنا وزاره الصحه اول ما بدات اللقاحات هي تتسابق على اخذ اللقاح، تكون يعني من الدول الاولى لاستلام اللقاح. احنا من ضمن مخفض كوفاكس اللي هو يشمل 194 او اكثر من 194 دوله، احنا من ضمنها. طبعا اول ما منظمه الصحه العالميه يعني اخبرتنا انه راح توصل الوجبة من مخفض كوفاكس، احنا يعني التقينا هذا اللقاحات. التأخير اللي حدث طبعا ليس من يعني من الوزارة او من العراق، وانما هو تأخير من يعني الشركة المنتجة للقاح. تعرفين انه الدول كثيرة تتسابق على اللقاحات، فبالتالي اللي حدث هو التأخير من اجل، فالشركة يعني ما قدرت انه توفي أن كل الدول هذه بنفس التوقيت، فهي مسألة الوقت اللي صارت يعني تأخير من الشركة المنتجة. لكن احنا يعني كوزارة الصحة تعاقدت مع أكثر من شركة منتجة للقاحات، وإن شاء الله هذه راح تصل وجبات دفعة يعني تلو الأخرى في الأسابيع المقبلة إن شاء الله، والمنطقة هذه هي جاءت لجمهورية الصين. يعني مو هي المشكلة دكتورة اليوم عدم الثقة بين المواطن والسلطة أيضا متجذر منذ عقود، يعني اليوم أغلب الدول اللي النامية هي يعني تلقت مساعدات كنوع من المجاملة في العلاقات الدولية، هو للترويج عن اللقاح، الغرض منه تسويق هاي الشركات، لكن اليوم المواطن العراقي يقول لك يعني احتمال الحكومة تعاقدت مع هاي الشركة، يقول لك لا والله احتمال بيها فتشي، هذا اللي دا يصير عدم الثقة. احنا المفروض يعني وسائل الإعلام وأيضا وزارة الصحة كيف تتعاون انه ترجع الثقة هذه للمواطن بالنسبة للنظام الصحي او بالنسبة لوزارة الصحة، لان ما زال يعني نعاني من انه كثير من المواطنين اقوى عند هناك فجوة او عدم ثقة مثل ما حضرتك تفضلتي. فاحنا انه وسائل الإعلام هي ايضا الدوله المفروض انه تنقل الصوره الحقيقيه للمواطن، حتى لا يصير عنده
شك. يعني احنا لاحظنا انه اكو قسم من وسائل الاعلام او من قنوات فضائيه استضافوا يعني اشخاص غير يعني مختصين بالحديث عن اللقاح وهولوا عن موضوع اللقاحات، واحنا يعني هسه احنا بأمس الحاجه انه نوصل الحقيقه للمواطن العراقي حتى يقبل على اخذ اللقاح، لان اللقاح له اهميه جدا. احنا الان في جائحه، وهاي الجائحه يعني اجتاحت كل دول العالم، فبالتالي اصبحت يعني ليس فقط في العراق وانما كل الدول تعاني من هذا الوباء. احنا حتى نقلل من اعداد الاصابات لابد من اللجوء الى اللقاح. طبعا هذا اللقاح هو امن وفعال للاستخدام البشري، منظمه الصحه العالميه اقرت هذا اللقاح ومأمونيته، فبالتالي هنا ضروره اللقاح مع الالتزام بالاجراءات الوقائيه. نعم. حتى نزيد اعداد المواطنين هسه تقريبا 30,000 يعني 30,000 يعني الاخذه والمطاعيم بالعراق اليوم. الصحه تسجل اصابه 5837، ايش قد راح يحتاج يعني المواطن العراقي من لقاحات؟ نتكلم عن وجبه اولى ووجبه ثانيه. نعم، احنا انه يعني المفروض احنا حتى نوصل الى يعني مناعه مجتمعيه يعني وزاره الصحه تسعى لتلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين، ايضا انه تعاقدت وزاره الصحه على 20 مليون جرعه تكفي تلقيح يعني 50% من المواطنين، هذه كمرحله اولى، وايضا من خطه يعني التحسين الوطنيه، ايضا كذلك تسعى الى زياده اعداد الملقحين، اللي هاي طبعا عن طريق ايضا وصول وجبات اخرى من لقاحات اخرى، ايضا راح تجينا جرعه 50,000 جرعه اللي هي من سينوفارم الصيني اللي جاءت طبعا كمنحه، هذه ايضا تم توزيعها على الملاكات الصحية والطبية والأجهزة الأمنية وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذه طبعا أسترازينيكا يعني لاحظنا من أول يوم كان أكو إقبال جيد، اليوم الثاني أيضا إقبال، اليوم الثالث أيضا كان إقبال جيد جدا، يعني اليوم لاحظنا زيادة بالمقبلين على اللقاح أكثر من يوم أمس، كان أول شيء متخوفين، أكيد طبعا كل مواطن أكيد يتخوف باعتبار هو فيروس جديد، لقاح جديد ومستحدث، فبالتالي اكيد يكون اكو هناك تخوفات. نعم، خليني ارجع للدكتور. نعم دكتوره ربا، خليني ارجع للدكتور تميم. دكتور تميم، يعني اللي يصيب الفيروس مناطق هي المكشوفه اللي دائما يعني نوصي بها تتوصي بها الدوائر الصحيه. يعني مثل الايد، الانف، عدم الاقتراب من العين، الجهه، او اكو مناطق اخرى يمكن يتسلل لها هذا الفيروس؟ عفوا اذا حضرتك بدك تحكين وياي انا ما سمعت ولا شيء. دكتور شي. دكتور لانه الصوت يتموج. طيب فما دا اسمع زين. هسه صوتي واضح؟ اي هسه احسن. اي طيب، احنا الكل يعرف انه اللي يصيب الفيروس المناطق المكشوفه، الايد، الخشم، العين، وهاي غيرها، اكو مناطق يتسلل لها الفيروس؟ عفوا الفيروس يصيب العين ووراها شنو؟ عفوا يعني المناطق المكشوفه، الايد، الانف، يعني هاي المناطق اللي يدخل من خلالها الفيروس. بالضبط، يعني اكو يعني نعم مثلا خلي اراويك في شيء معين. اكون منوله انا بعدني بالدوام، والله انا ما اقدر اتحرك، وصاني المخرج الزاويه لا تختلف بالضبط، يعني لا المناطق يعني هي خلينا نشوف اذا خلينا نشوف زميلنا المخرج يقدر الدكتور تميم يتحرك. طيب يعني ما نعم. طيب ما اريد ان اقوله بانه الكمامه هاي نلبسها او يعني هذه لازم يعني هذه ضروري، بالإضافة العين، هنا العين في بداية يعني في بداية يعني الجائحة كنا كلش نعتني نخلي غطاء للعين. صحيح. حتى هنا دا أشوف زملائي الأطباء هنا في بريطانيا سواء كانوا على مستوى عالي يعني
على مستوى اخصائي او على مستوى طبيب متدرب او طبيب استوى بادي بالشغل، دي يهملون شغله الغطاء العين. الاغلبيه سبحان الله لقيتها، الاغلبيه دي يلبسون هذا بصراحه هذا ما اشوفه شيء كافي. انا بالنسبه لي كراي شخصي ما اشوفه شيء كافي، ويا اكو فشي للاسف موجود هو بس بعيد. طيب خافت تخربط. لا زين اسمعني، يلبس بالضبط يعني الفيس بالضبط هذه الفيس ماسك اللي هو مثل ربا يعني مثل اسفنج وعليها وتكون حتى تغطي تغطي الوجه بالضبط بالضبط الى هنا. هذه بصراحه جدا مفيده، هذه مع الكمامه شوفها هذا راح تعطينا حمايه اكثر بانه الفيروس ما راح يفوت من العين ولا من الانف ولا الفم. بالاضافه الى احنا ليش نقول غسل الايدين مهم؟ لانه الايدين هذه راح تكون على اتصال ويا الفم او الانف او الوجه عموما او العين اللي هي هذه المكانات المعينه اللي يدخل بها الفيروس. جوابا نعم. على سؤال حضرتك نعم دكتور، يعني اول لقاء كان ويانا قبل سنتين بالضبط او سنه ونص، فيعني كنا نتكلم عن قسم كبير من المصابين اللي يعتمدون على الفيتامينات على الفواكه الطبيعيه، يعني بقيه الادويه شنو اللي تنصحون بها المريض؟ تقريبا ما تغير شيء الا في اذا المريض كان حالته تعبانه جدا ويحتاج الى دخول مستشفى ننطي بعض المضادات الفيروسيه ننطيها اللي هي استخدمت في مكانات معينه من العالم وحاليا بدينا نستخدمها احنا يعني قبل فتره. بس على صعيد شخصي المضادات الحيويه ما لها دور مهم، الوقاية هو شيء مهم. الفيتامينات عموما فيتامين سي مثلا هو مقوي للأغشية التنفسية والأغشية المخاطية، وهذه مهم فيتامين سي سواء تأكل لك لالنجي وبرتقال برتقالة باليوم أو أي شيء، أو هاي الخضورات اللي فيها أي شيء لونه أخضر بصراحة. نعم. الخضورات الموجودة. بس أكو شغلة ثانية، اكو فيتامين دي، يعني اعتقد يمكن قلت لك هالمعلومه قبل سنه وهذه هذا الكلام يعني لحد الان جاري العمل به، نسبه وصول يعني اذا لا سمح الله واحد صار به كورونا وحالته تعبانه جدا، اذا كانت نسبه فيتامين دال فيتامين دي داخل جسمه قليله احتماليه ان يكون تعبان جدا ويحتاج طرق تنفس معينة وتداخل طبي شديد. هاي بعض هذا السؤال طبعا وصلني وأريدك تجاوب عليه، يعني خاصة بالنسبة للفيتامينات. تسمعني دكتور، إذا سمحت لي دكتور تميمي ودكتورة ربا، خلينا نشوف هذا الاستطلاع ونرجع. نخاف من اللقاح إلا يأخذ سنة أو سنتين نشوفه ينجح، يعني شلون التجربة العالم تأخذ البشر كل الناس الموجودين بالكرة الأرضية يقومون يتعاطوه من يأخذوه خلال 6 شهور سنة وتشوفه نجح، بعد ما ينصابون دول أخذوه نأخذه. إن لها مضاعفات وأضرار جانبية حسب يعني بعض الآراء الكثيرة التي طرحت في واستخدمت في دول كثيرة من العالم ظهرت عليها أعراض جانبية، لكن أيضا في نفس الوقت المواطن العراقي اليوم يتطلع إلى أن يكون مطمئنا من أخذ هذه اللقاحات عندما يرى المسؤولين الكبار الذين يشرفون على الدولة والحكومة هم أول من يتعاطون هذا اللقاح. يوم وصل اللقاح الإنجليزي بحدود 14,100 جرعة موزعة على 20 مركز صحي داخل المحافظة. نحث مواطنين الكرام التوجه لأخذ هذا اللقاح، وإحنا مثل ما قلنا سابقا هذا يزيد المناعة بنسبة 95%. أهلا بكم من جديد. عندي اتصال أستاذ جابر الجابري. أستاذ جابر أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة وجدان، حياك وتحية الله. لك أنت تسمعيني؟ أسمعك بوضوح. ألو دا أسمعك أستاذ جابر، بس اسمعني من التليفون. ضيفك الكريم. نعم سيدتي الكريمة، اللقاح لقد أثبتت أستاذ جابر، اسمعني من التليفون. إن شاء الله إن شاء الله.
اي اللقاح هذا المزعم طبعا للمواطنين حقيقة أثبتت التجارب العلمية الصحية بأن فاعليته ستكون 75%، وهناك تخوف أكو ارتباط بين هذا الذي يتعاطى العلاج أو اللقاح وتجلط الدم، يعني أكو هيك شغلات. هذا واحد. اثنين، أنا أقترح على وزارة الصحة لو يعني يوفرون هذا اللقاح لكافة الشعب ويكتفون باللقاح ويرفعون حظر التجوال. هذا الحظر أثر على معيشة الفقير والكاتب، ولا تنسين الموظف الذي يقتضي راتبا من الدولة أيضا محسوب له، وبالتالي علينا نكون قد تقدمنا إلى خطوة تخدم البلد. لكن سيدتي وجدان، هذا اللقاح الظاهر مثل ما قال مظفر النواب، لقد قسم الأمر على أقارب أثمان ليلا ولم يتركوا للفقير ذبابة. هذا اللقاح تبديلاتهم هم، يعني أنا ما أتحدى وزارة الصحة، ولكن أراهن بأن وزارة الصحة انطيني مواطن لقاحته. تفضلي هسا نشوف، رح نسأل الدكتورة ربع على هذا الشيء نشوف. يعني أنا قلت 30,000 اللي أخذوا المطعم. أشكرك أستاذ جابر. عندي أبو أحمد من بغداد. أبو أحمد، ألو، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم سيدي وجدان. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد وجدان، المشكلة اللقاحات كثرت، لكن هسه النقاش الحاد المستمر بين أمريكا وبين الصين، أكو مختبرات، لأنه عندنا بالعالم هسه أصبحت ولو هي قديمة الحرب الكيميائية والحرب الجرثومية، أكو مختبرات وهسه تسابق بين الصين وبين أمريكا. المختبرات هاي اللي موجودة بالصين هذه مو نتيجة نقل عن الحيوانات، لا، هاي المختبرات هي اللي انتجت هذا الفيروس وفلت من ايديهم بعد ما يقدر نعالجه لان يتطور هذا الفيروس. هذه حرب جرثوميه موجوده عندنا بالجيش، تدربنا عليها هي والكيمياوي. ليش الطبيب اللي نبه وقال انه قبل اسبوعين قبل ما يظهر الفيروس قال راح يظهر؟ ابو احمد، طيب أيوب عندي نين مني نوى. تفضل أيوب. ألو، تفضل أيوب. ألو، اسمعني من التليفون أيوب إذا أمكن. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا وجدة، حياك الله أيوب. نص التلفزيون واسمعني من التليفون حتى نقدر نسمعك بوضوح. ألو، أيوب. ألو، طيب أرجع دكتور تميم. يعني قبل الاستطلاع تكلمنا عن الفيتامين دي، أكو يعني بعض المرضى ده يقول لك أنه الفيتامين دي. دكتور أيوب تسمعني؟ دكتور تميم عفوا. ها عفوا، ممكن تعيدين سؤالك؟ ده نتكلم قبل الاستطلاع، ده نتكلم قبل الاستطلاع عن الفيتامين دي أعراضه. إذا انصاب اليوم المريض بفيروس كورونا عندك الفيتامين دي B12 وغيرها، بس الفيتامين دي هي تصير مشكلة أنه العظام ده تتوجع، ضيق التنفس. لا عفوا ست وجدان، ما اقترحته هو وقاية وليس علاج. نعم. يعني فرضا الفيروسات عموما، السواد والأعظم من الفيروسات، لأنه العلاج مات مجرد واحد يشرب مي بكميات كثيرة أو خافض حرارة وما حاجة أي شيء بعد، يعني واحتمال حتى هالمي والخافض حرارة إذا ما عنده أعراض كلش كافي كعلاج الفيروسات. الفيروسات
اللي أقوى من هذا النوع اللي ده تسبب أعراض معينة، هذا يعني نعم. الفيروس ما يعني الأنتي المضاد الحيوي ما راح يشتغل عليه. نعم. مثلا إحنا حاليا المرضى مالتنا ما ننطيهم مضاد حيوي إلا إذا عندنا دليل على أنه عندهم التهاب أيضا آخر، لأنه الالتهاب الفيروسي يضعف المناعة ويسبب يزيد قابلية الجسم أنه يصير به التهاب بكتيري، وعلى هالأساس ننطي الأنتيبايوتكس نعم. المضاد الحيوي. بس ننطي مثلا مادة طبيعية يفرزها الغدة الكظرية التي تكون فوق الكلية الستيرويدز اللي هو هاي المادة العلمية ما أعرف اسمه بالعربي، يمكن يعني بالسوق المتداول بالعراق دكساميفازون يمكن الاسم أو غير شيء يعني، بس هو المادة يفرزها الجسم، هذا تساعد شوية على التنفس نعم. يعني تساعد الرئة شوية طيب. بعض الحالات معينة ننطي بها مضادات فيروسية نعم دكتور، بس كفيت عفوا نعم دكتور تسمح لي بثلاثين ثانية دكتورة ربا تسمعيني؟ نعم نعم. مستشفيات العراق مثقلة بمرض كورونا وقلق أيضا من تفاقم الوضع الوبائي، يعني المستشفيات الوضع الصحي في العراق حاليا مستقر، لكن طبعا إذا زادت الأعداد أكثر من الأعداد الحالية ممكن أن تهدد أكبر نعم. نظام صحي، وهذا نعم ما حدث في بقية الدول نعم دكتورة، ما يعني دول نظامها الصحي ممتاز، البنى التحتية لها أيضا مع ذلك انهارت أمام أعداد متزايدة، فبالتالي أي زيادة في أعداد الإصابات أكثر من الأعداد الحالية يعني بأعداد مضاعفة أكيد راح تنهار أمامها أحسن أو يعني أكبر نظام صحي، فبالتالي نعم دكتورة مريض أيضا نأثر على مؤسساتنا الصحية على نظامنا الصحي على كوادرنا الطبية والصحية اللي احنا بأمس الحاجة لهم بهذه الأيام، نتمنى من المواطنين ان يلتزمون بالإجراءات الوقائية، أيضا كذلك المواطنين اللي نتمنى التوعية أيضا. دكتورة ربا فلاح عضو الفريق الإعلامي الطبي المساند لوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك وعذرا على ضيق الوقت، وأيضا أشكر الدكتور تميم أمجد توفيق استشاري طب الحالات الباطنية الطارئة في شمال بريطانيا، شكرا جزيلا لك دكتور، وإن لقاء إن شاء الله إذا يعني تنتهي جائحة هاي كورونا وهذا الوباء إن شاء الله، ونتمنى السلامة إلى الجميع، تقبلوا تحياتنا في أمان الله.